افتتح سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية فعاليات معرض التوظيف العام 14 لمشاركة ما يزيد على 50 منشأة عاملة في القطاع الخاص. عرضت أكثر من 650 وظيفة شاغرة إلى جانب 500 وظيفة وفرها بنك الشواغر التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. شركات ومؤسسات عاملة في القطاع الأهلي قدمت ما يزيد عن 1100 من شواغرها الوظيفية في القطاعات المهنية المختلفة للراغبين في الالتحاق بها. ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعبر جناحها الخاص قدمت ما يسخر به بستانها الواسع من الفرص التدريبية النوعية والشواغر الوظيفية التي بلغت أكثر من 500 وظيفة يوفرها بنك الشواغر التابع للوزارة. لدينا بنك شواغر في الوزارة يضم أكثر من 2200 شاغر، انتقينا منها 500 شاغر وعرضناها بالتفصيل وبالأجور المطلوبة وبالمهارات المحددة والمؤهلات المحددة أمام الجمهور، فليتقدم لنا كل من يرغب في الاستفادة من هذه الشواغر. نشكر الحكومة الرشيدة على طرح برنامج التوظيف الوطني، وهذه المعارض معززة لبرنامج التوظيف. كما رأينا اليوم صراحة المعرض يعني وافي من كثير من الوظائف، وتقريبا 1000 وشوية وظيفة معروضة للمواطنين. طبعا نشوف الرواتب معقولة. معرض التوظيف العام 14 أطل بفرصه الوظيفية لتوضع أمام الباحثين عن عمل، وتحديدا داخل مؤسسات القطاع الخاص التي رغبت في طرح ما يتوفر لديها من شواغر وظيفية، حرصا منها على أن تكون شركة فاعلة وعنصرا هاما في تبسيط معادلات البرنامج الوطني للتوظيف لتحقيق النتائج المرجوة منه وقطع أوصال شبح البطالة الذي يؤرق الطامحين في معانقة الاستقرار المعيشي ورؤية الأبهى من ملامح المستقبل الذي ينشدونه. احنا نعتبر هذا بنك الشواغر، انزين احنا بقد ما ناخذهم ممكن ان احصل لي 500 سي في في اليوم، انزين في نهايه اليوم انا هاي تضل عندي على طول، واحنا على طول خاصه قطاع الضيافه في حركه توظيف مستمره. انزين احنا هذا البنك مالنا، واحنا طبعا كشركه بحرينيه التارجت مالنا البحريني اولا، نوفر شواغر حق العمل للبحرينيين ونحاول ان نخدم مجتمعنا ونساعده في الجانب الوظيفي. سبب مشاركتنا في معرض الوظائف في وزارة العمل هو تكوين أو تأسيس فريق عمل بحريني مكون من منسقين الورد، ابتداء من منسقين الورد إلى البائعين، أيضا إلى الموظفين اللي لهم دخل في الإدارة وفي التسويق. أيضا جاءوا بحثا عن وظيفة ملائمة ينطلقون منها نحو مزاولة حياة عملية يطبقون فيها ما تعلموه من على مقاعد الدراسة الجامعية التي أنهوا من خلالها متطلبات تخصصات علمية نهلوا من نبعها المعرفة واكتسبوا من بحورها ما يكفيهم من المؤهلات التي تسرع من وتيرة إدماجهم في سوق العمل. طبعا هو شيء طيب ومبادرة طيبة من وزارة العمل أن تجمع لك العديد من الشركات بتخصصات مختلفة في مقر واحد، فهي أكيد يسهل على باحث العمل للحصول يعني على الوظيفة المناسبة له. أولا تسهيل الوقت، وأنهم كلهم موجودين، يعني ما يحتاج تفرف من مكان لمكان، أكا عندك وزع مكان لزبي يعني، واسأل وتشوف وكل شيء مكتوب، يعني حتى ما حاطين اللي هي البوسترات، ما يحتاج أنك يعني تعور راسك، أكا تطالع كل مكان تشوف اللي يناسبك. معرض يأتي ضمن سلسلة المعارض العامة والمتخصصة التي تنظمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. في أرضية هذا المعرض الوظيفي ما يدل على تعاضد المجتمع برمته من أفراد وجماعات ومن مؤسسات وشركات خاصة تداعت لسماع صوت من يريدون أن يصبحوا عناصر منتجة لها مساهماتها الفعلية في دائرة التنمية الشاملة. لتلفزيون البحرين، أحمد رشادات.